جو، سأذهب معك لإجراء الاختبار الإدراكي. لأول مرة سنكون فريقاً. دعوة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لغريمه اللدود الرئيس بايدن للخضوع لاختبار إدراكي فوري على أن يخضع له هو أيضاً في محاولة منه لإثبات أن الرئيس الأمريكي غير قادر على قيادة البلاد لفترة رئاسية ثانية. تدوينة ترامب على حسابه على إنستغرام حظيت بالكثير من التفاعل ومئات الآلاف من الإعجابات، وكعادته لم يفوت الرئيس السابق الفرصة ليتبع تدوينته بأخرى يسخر فيها من خطأ بايدن خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن حين نادى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببوتين. وكان المرشح الجمهوري قد نشر أيضاً عديد الفيديوهات للرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي الشهير الذي ارتكب فيه الرجل الثمانيني عديد الهفوات سلطت عليها أعمدة الصحف العالمية الضوء، وعلق عليها ترامب بالقول عمل جيد يا جو. سخرية ترامب من بايدن تأتي في وضع غير مريح للرئيس الأمريكي، حيث تتعالى الأصوات حتى من داخل عائلته الديمقراطية ومن أبرز الداعمين السابقين له لمطالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي، لكن بايدن يواجه تلك المخاوف بتأكيده على أنه على ما يرام ومصمم على الترشح للانتخابات التي ستعقد في نوفمبر المقبل.